نصل إلى الجزء الأخير من هذا اللقاء. دكتور بيضون، فيك تشرح لألي وللناس شو هو المؤتمر التأسيسي؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ وليش بيقولوا أنه حزب الله يريده؟ وهل هذا كمان في تهويل أم هو حقيقي؟ وفي مسألة أساسية لحزب الله من 2005 لليوم، هو بري أنه هني فكرة واحدة بدلوا يبرموا عليها، أنه بدهم يعطوا لما يسمى الطائفة الشيعية براء من هالقصة. لا لهم، يعني لا حزب الله ولا بري، بدهم يأخذوا حق الفيتو على كل القرارات الوطنية، وبس يقووا أكثر بدهم يصيروا هني اللي بيقرروا. اليوم حزب الله عنده نظام واحد أو نموذج واحد بالتعاطي السياسي، هو النموذج الإيراني. بإيران شو في مرشد تحت منه الحرس الثوري اللي هي عصايته الغليظة، وما قبيله في الدولة وفي الجيش بالسكنات. بدهم بلبنان انه في مرشد تحت منه حزب الله اللي هو العصا الغليظة، وبعدين في دولة رئيس جمهورية مضبوط بعبدة بيحكي بيتعاطى بالملف الاقتصادي. بدهم نموذج مرشد ورئيس. اي مؤتمر تأسيسي بده ينعمل، حزب الله رح يطرح فيه مداورة او مباشرة، ولا ارجح مداورة لانه هني عسكري، انه بدنا هالنموذج يقبلوا يا لبنانيين، في مرشد. كيف المؤتمر التأسيسي بيأمن ذلك اذا بدي افترض مظبوط؟ هني اليوم يعني الزريعة اللي عم يستعملوها هي زريعة انه الطائفة الكبيرة هاي لازم يكون عندها حق الفيتو. حق الفيتو معناتها مثل ايران، المرشد بايران في اي قانون يوقفه بشحطة قلم، بعدل الدستور بشحطة قلم. هي هلا هيدا مش صاير دكتور، صاير واقعيا. بس الرئيس سليمان اهميته وافتخارنا فيه انه للحظة قال لا، الدولة اعلى منكم، الدولة اهم منكم، انتم منكم شرعيين، الدولة شرعية. وقال انه بلبنان في شرعية واحدة، انتم سلاحكم منه شرعي. هاي اللي خلتهم هن يطلعوا من اعصابهم. وهو تحملهم كتير. بس لما راحوا على سوريا، معناتها انه رح يجيبوا لنا رد فعل هائل علينا. هلا شفنا 5 سيارات مفخخة، طولي بالك، مش بس سيارات، بدك تشوف رد فعل هائل من سوريا على لبنان. هن هلا في لك دنيا عم تنقل تهديدات كمان. ايه انا عم بقول لك، انا بحكي، انا قلت اكثر، انا هذا انا اللي ما بحكي فيه، انا رديت لك حقك. لا بس انا ما بحكي فيها، انا بس انا رايي ورايي. عم بقول لك النظام السوري القادم، هذا النظام السوري القادم قد ياخذ تدخل حزب الله او مقاتله حزب الله للسوريين ذريعه ليرجع يحتل لبنان. وهذا ما حدا في وقفه بنظريه الجار القوي بالجيوبوليتيك. ولا مره كان عايز ذريعه هذا الجار القوي ليتدخل بالجار الصغير المنقسم الضعيف. موجوده بس بقصه المؤتمر التاسيسي، الحصه اللي بتنعطى للطائفه الشيعيه اذا بدنا نفترض المثلثه الاسم المقنع لها هو مؤتمر تاسيسي استاذ جوني، نفس الحصه بتنعطى للسنه. هل بتوافق على اللي عم بيقوله دكتور ربيع؟ خليني اقول باعاده توزيع، ما في شك انه في اجماع على انه اتفاق او النظام السياسي اللي ماشي عليه البلد مش ماشي بقى. نحن عنا عند كل استحقاق، عند كل تعيينات بدك مؤتمر كبير، وبالتالي فاذا هذا الاتفاق، اتفاق الطائفي اللي انعمل وكان انعمل من اجل يعبي الفراغ او مشان يقودوا من فوق قوه كبرى يلي كانت سوريا، بعدين عطت سوريا للديره، مش ضابط، ما رح يركب هيك، وبالتالي ما بقى على حكم. ما في حكم، مش حكم، بده مين يمسكه من فوق، بده بوس. هذا البوس او هذا السيد مش موجود بقى، راح. لذلك نعم لبنان بحاجة الى صيغة سياسية اخرى، لكن هل هذه الصيغة السياسية مثلا المثالثة حزب الله يريد هذا الموضوع؟ بقول لك ايه، ربما يتمنى هذا الموضوع. بقول لك اكثر كمان، انا سمعت لما نفات بموضوع القانون الارثوذكسي او المشروع القانون الارثوذكسي اللي طلع، سمعت اصوات سنيه بتقول كمان إيه اذا ما في هيدا، ما في اتفاق طائف، بنروح على المثلثه. نعم هذه القوى قد تذهب انه يكون بدها بينه وبين نفسها، بس لكن هل هذا يكفي من اجل انك تروحي تغيري النظام السياسي؟ كنت قلت لك من شوي، النظام السياسي عندما انعمل بعد باتفاق طائف بعد حرب طويله عريضه، ما كان نتيجه بس اراء اللبنانيين، كانت نتيجه رؤية خارجية، وكان النظام السياسي جديد توزيع كمان نفوذ لبعض القوى الخارجية في لبنان. أنا بعتقد أول شغلة الوقت لم يحن بعد. نعم بالواقع هذا النظام السياسي اللي مشينا عليه مات وخلص، لأنه ما عم نقدر، بس لكن دفنه وولادة نظام آخر، هل هو حين وقته؟ أنا بعتقد لا. المناخ العام يلي صايرة فيه المنطقة الإقليمي ربما على توقيته يسمح
خلال العهد القادم انه يكون في يعني نوعا من المؤتمر الوطني الداخلي برئاسة رئيس الجمهورية اللي ممكن مقبل انه يكون من اجل ولادة نظام سياسي جديد. بس انا رأيي اذا بدك رأيي وقناعتي وتقديري مش لن يكون المثلثي. نحن ذاهبون باتجاه لا مركزية موسعة على كافة الصعود من شان الوضع الداخلي اللبناني، لانه يعني عم يحكي قبل شوي عن فرنسا، رغم انه فرنسا دورة صاير على جانب كتير حتى بالملف الرئاسي؟ ايه ب ب ب ب عندها تعثرات، لكن وعلى كل حال مش مبين دورة، لكن اكيد انه مثلا بباريس بوزارة الخارجية الفرنسية استحدث من شي 4 سنين قسم من اجل اعادة دراسة كل المشاريع يلي تقدمت وقت الحرب اللبنانيه، يلي بتحكي كيف بيلاقوا او كيف بيشوفوا ممكن الصيغه اللبنانيه. بس خلينا نقول انه رفعت جلسه مجلس النواب دون اقرار السلسله مثل ما كان متوقع. طيب بدي ارجع لعندك دكتور بيضون، بعد في 10 ايام تخلص ولايه الرئيس ميشيل سليمان، برايك في احتمال انه نشوف رئيس ثاني بنفس الاداء، ام انه حمله حزب الله عليه ستؤدي حكما الى يعني انتخاب رئيس مطواع اكثر يسيطر عليه اكثر؟ يعني في كثير اعتبروا انه هيدي الحمله باخر العهد هيدي مش لا ميشيل سليمان، هيدي اللي جاي ما بعده يتربى. صحيح يعني اذا صمدوا 14 اذار، اذا عرفوا يصمدوا يستعملوا الوقت لمصلحتهم، لا بيجي رئيس متقدم عن ميشيل سليمان كمان. بس اذا ما صمدوا 14 اذار راحوا بالتهد. مين هو الرئيس المتقدم عن ميشيل سليمان؟ في كاسم مين ممكن يكون؟ في كثير يعني ما ضروري بس اللي منشافين، في ناس كثير يعني. وبعدين في بس كله دكتور كله عم يعمل تموضع اليوم وعم بيعطي عم بيوزع اذا بدك للجميع شهادات حسن سلوك، عم نشوف من 14 أذار عم يطلعوا قناة المنار يحكوا اشياء حلوة عن الحزب، الكل عم بجرب اليوم يفرجي انه انتخبوني وبكون حبوب. بالوقائع رسمي كان بوزارة الداخلية بالوقائع هي ما خاصة برئيس الجمهورية بعتقد كمان العلاقة لا برئيس الجمهورية. عم نحكي على العلاقة بين 14 عم نحكي يعني عم نحكي على المسترسين بس بكل الأحوال حتى كمان نحكي على المرشحين نحكي المفروض. هذا بأكد وجهة نظري انه في ناس فايتين بالمحاصصة وفي ناس مش فايتين بالمحاصصة، بدهم صيغة جديدة للبلد. بس حزب الله اليوم ما رح يقبل واعتبر حاله منتصر بسوريا هو الأسد، وخصوصا أنه الأسد رح يطلع رئيس كمان بثلاثة الشهر. شفتيها النكتة اللي حطينا اليوم بالجرايد أنه الأسد عامل استفتاء ليعرف قديش بعد فيه بسوريا. حزب الله عم يعتبر موهوم انه والله هو منتصر بحمص، منتصر ومدمر حمص وبالقصير وبالألمون، وانه بده يصرف هالانتصار برئيس لإله، برئيس يقبل فكره المرشد، مش مثل ميشيل سليمان يثور على المرشد ويوقف ضد المرشد. هيدي العقده الاساسيه، هاي بدها تتواجه 14 اذار، بدها تحط خطه عمل معقوله لتواجهها، وهي بتعرف انه ما فيها تواجه هالشيء لوحدها، بدها كمان وليد جملاط معها، كمان وليد جملاط عنده مصالح ما بتتامن بالطريقه اللي عم يشتغل فيها حزب الله، وليد جملاط عارف انه كمان ظروفه وظروف طائفته الخطر عليها كبير من سوريا ومن لبنان يعني. ما بتعتقد حماها يعني بالموضوع اللي عامله يعني قاسم العلاقه بين حزب الله انا بدي بالداخل شيء وبقتاله في سوريا شيء اخر؟ اللي صديق عم بيقرا قصه الروايه تبع دان براون الاخيره لانفيرنو، اول سطر فيها حلو لازم يقراه اللي جون بلاك الجحيم. شوف الجحيم بيقول باول سطر انه الاماكن الاكثر ظلاما بالجحيم مخصصه لهودي الوسطيين. يعني ما ضروري هالسياسه الوسطيه تنجح بدليل انه 8 سنين بعدك محلك ما تقدمت، انه محلك يعني ما عم نتقدم. الفعل الحقيقي انا بدي احكم على سياسي، بقول شو عملت انجازاتها السياسي؟ وين تقدمنا؟ تاخرنا، البلد كله تاخر. لا بدك ديناميكيه مختلفه. هلا في شيء ثاني بده ينعمل وبنضل نحكي نحن، انه يا عمي قسم كبير من الشيعه سحرته شعارات حزب الله، لانه هالشعارات مبنيه على عباده الفرد، عباده الزعيم، عبادة السلاح. صار الصاروخ هو رمز العزة والكرامة، مش العقل اللي بدير الصاروخ وبدير غير صاروخ. يعني عبادة الزعيم، عبادة السلاح والصاروخ، وعبادة المال. هاي مين بده يطلعها؟ مين بده يطلعها؟ مش هيك موسى الصدر، مش هيك الشيعة. هذا وضع جديد ظرفي بده يخلص.
يعني حتى الشيعة نفسهم منهم قبلانين ومنهم قبلانين حالهم بفاتوا بخضم حرب مع السني بالمنطقة مع المحيط كرمال عائلة بيت الأسد. انه بيت الأسد ما فيك تستبدلهم، ما فينا نستبدلهم مليونين سوري مثل ما هون فينا نجيب مليونين لبناني يعمل رؤساء. مثل ما أيضا لنرجع لأنه حزب الله حمى أيضا حمى بري، بري اللي هو ساهم بتحنيط الطائفة الشيعية صارت معنطة. ال 14 أذار بدها تعمل سياسة جديدة، بدها تحكي مع الشيعة، بدها تقول شو بدها، شو بدها تخبرهم شيء بيطمنهم على مستقبلهم. ما عم بيحكوا مع الشيعة، هذا خطأ كبير دكتور. بس يعني بعكس اللي حضرتك عم بتقوله، اليوم حزب الله يقول لجمهوره نحن مش بس انتصرنا بلبنان، نحن عم ننتصر بسوريا، نحن صرنا بالعراق، نحن لاعبين أساسيين بالمنطقة، نحن ما عدنا لح يعني نكون مواطنين درجة تانية، نحن مواطنين درجة أولى وحاكمين ومسيطرين. هيدا بيعطي كثير موهوم. لا بتشوف اليوم حتى بالطبقات اللبنانية، ما بعرف أنا إيه كنت عم بقرأ مقال ما بعرف مين مستشهد فيه، أحد الشعراء الروس لما فاتوا الدبابات الروسية على هنغاريا 56 أو على تشيكوسلوفاكيا بال 68، هذا الشاعر الروسي بيكتب مقال بيقول في بلادي يعني روسيا أصبحت في خطر لأنه دباباتها صاروا بالخارج. اليوم حزب الله موهوم، أنت حزب الله عدد مقاتلينك محدود، وأنت اضطريت لتقاتل بسوريا تبعت تطمينات لإسرائيل. بوغدانوف بوضوح التقرير موجود أنه قال له الأمين العام لحزب الله لبوغدانوف فيك تخبر الإسرائيلية أنه أهدى جبهة ستكون جنوب. هاي لوحدة هاي مقتل لحزب الله، وهي مقتل لكل اللي عم بيحكي بشعارات حزب الله أنه أنا لقاتل بسوريا ولقاتل هول معطرين تبع الإسرائيل تبع الألمون تبع مش عارف، بدي أضطر أعمل تطمينات لإسرائيل. هذا وضع محزن صاروا فيه الشيعة، وضع محزن جدا. الشيعة يعني الماشيين بهالتيار، طبعا انا برايي اغلبيه الشيعة خارج هالتيار ومنهم قبلانين بهالوضع، بس ما عم بيلاقوا حضانة. نعم. وما عم بيلاقوا قوة سياسية تحكي معهم مع الأسف يعني. وبحكي ذات الشيعة عن شيعة العراق، انه كمان شيعة العراق ما بدهم هذا الصدام مع السنة، وما بدهم ميليشيات ممولة من ايران، بس كمان العرب مش عم بيحكوا معهم. استاذ جوني، بتشوف انه هذا التحليل اللي عم بيحكيه دكتور بيضون يعني منطقي وواقع جدا؟ كثير بيشوفوا انه مذهبه الصراع بهذا الشكل، قتال شيعي ضد اكثريه سنيه بسوريا وبغير اماكن، سيؤدي الى صراع طويل الامد، ام تمت السيطره عليه اليوم على شكل اللي شفناه بلبنان انه بنقعد مع الزعيم السني الاقوى على نفس طويل الطاوله؟ طويل الامد ايه، هذا الصراع مش رح ينتهي قريبا. الدول الكبرى كمان بدها اياه، مصلحتها تتأمن بهذا الموضوع، الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذا الصراع، استنزاف الجميع، لكن تريده أن يبقى مضبوط. يعني مثل هلأ موضوع المتطرفين يلي موجودين رجعت ضبط كل الجميع ليكونوا متوافقين من شان جبهة واحدة يعني. لحتى إخمادهم، بس هذا ما بيعني أنه بعدين إيقاع بلا رح يكون في صراع مستمر، لكن وفق توازنات أو وفق سقف محدد. هلأ بتشوف أنه أنا برأيي في عاملين كتير كبار عم بيصيروا. أول واحد التفاهم الأمريكي الروسي اللي صار حول منطقة الشرق الأوسط، وهذا تفاهم حصل في مكان ما وببنود ما، شوفي رغم ضراوة ما يحصل في أوكرانيا لم يتبدل أو لم يمس الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي حاصل بالتفاهم مع لأن ما في إرادة أو لأن في تفاهم، لأنه في تفاهم بين الولايات الأمريكية أكيد، يعني في هنالك تفاهم يعني صار في غض نظر عن دخول قوات الروسيه بكريميا وبشرق. لا انا عم اقول اوكرانيا رغم ضراوه ما يحصل في اوكرانيا لم يتاثر الدور الروسي في الشرق الاوسط برضا امريكي هون، هيدي مفصوله عن هيدي. وايضا مساله ثانيه هو التفاهم يلي عم بيصير مع ايران، عم بيصير على عناوين كثير كبيره. هلا يجب ان نعترف بشغله كمان، ما حصل في سوريا لم تكن مساله معارك فقط، واخذت هيدي وراح، صار في تغيير ميداني على الارض، تغيير ديموغرافي على الارض. كما انه رغم انه نحن الحرب اللبنانيه اللي صارت ربما واحده بس او واحده من المعارك القليله يلي حصر فيها تغيير ديموغرافي مثل الجبل، وقديش عم نعمل لحتى ترجع وما بقى ترجع، تغيرت الى الابد. في مناطق بسوريا عن سابق تصور وتصميم وعن تخطيط صار فيها تغيير. طيب هيدا كيف يكفي لقدام؟ علشان هيك الكلام حول مفتوح الطريق البري ما بين إيران وإلى جنوب لبنان مش كلام هيك، ومش كلام فيك تاخده بالبساطة أنه برد دلال. عمليا في شيء
ميداني تغير كثير، في شيء ديموغرافي تغير بشيء كبير. في استسلام للسيادة اللبنانية استاذ جوني. ايه يعني بتبريرك هلا انه هيدي في ابعد طبعا 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 مش بس السيادة اللبنانية والسيادة تغيرها، عم نحكي نحن باللي تغير على الارض هلا. انا اعتقادي اللي صار مثلا بالعراق، ما صار العراق ثلاث اجزاء والتفجيرات يلي عم نشوفهم والمشاكل، ما أدوا عذرا على التعبير مش كتير حضاري تنظيف مناطق لأنه تكون مناطق صافية هون وهون، هيدي عم بتصير هيك. طيب هيدي مش إذا نحن عم نشوفها أنا بعيد مش عم بسوريا فرز مذهبي الأكراد فرز كامل بسوريا الأكراد لحتى نبعد عن المناطق الحساسة بالداخل، الأكراد ما كانوا أعلنوا إنه نحن عم نتقارب مع الأكراد تبع بس هي مش مصلحة الأكترية إنها تعمل فرز سكاني، يعني حزب الله يقوم بذلك، الأقليات تقوم بذلك، إنه أنا عم أقول هذه مين الحرب عم بيقوم بهالشيء؟ هذه الحرب ستفرز واقع جديد، واقع ميداني جديد، إذا بنتعاطى معه ببراءة من ضمن شعارات بس يعني عليا ومبادئ عليا بيكون يعني شو يعني بدك ايانا نوفي على التقسيم؟ هلا بيطلع معك بدك تحافظ على الدولة اللبنانية بس عم تخليني انه واقع على الارض، واقع على الارض انه عم بيرسموا دولة على شو قصتك بتجاوبني بغير محل انه انا سمعتني عم اقول لك ما بدي احافظ على الدولة اللبنانية بتشوه الصورة في واقع جديد على الارض بدنا نتعامل معه شو بدنا نتعامل معه؟ انه بتغير وبتزور وبتكفي ما غيرت انت قلت في واقع بدنا نتعامل معه لا بدك شوف مش نتعامل معه بدك تشوفه كما هو ولو نحكي بالتنظيرات يلي هي لقدام نعم في واقع جديد في سوريا ميداني نعم في واقع جديد حتى في لبنان ميداني انه يلي عم تشوفه انت بالشمال او حتى بشمال لبنان مش بس بالشمال بشمال لبنان بشمال البقاع هو كمان انه عم تشوفه بالاطار السليم مثل ما هو هيك بدهم عم يرسموا التواصل يلي عم يرسموا حمينا على الاخر عم يرسموا دوله خلص الوقت عم يرسموا دوله علويه شيعيه والبعض بده يخلينا نقبل بالتقسيم ما التقسيم هو حرب مين اللي حرب 40 سنه بين السنه والشيعه بدي اشكركم على وجودكم معنا في هذه الحلقه واحلى شيء بالتلفزيون انه كل واحد بيقول كلمته توصل للناس بتسمع الناس ما حدا في يزور كلام حدا ابدا اقله على التلفزيون مسجلين الناس بتشوف كمان الواحد كيف عم بيعبر كيف عم بيحكي كيف عم بيقول صعب كتير التزوير لما يكون الواحد مباشره على الهواء على التلفزيون بالاذاعه معقول تشك انه قصده غير شيء منك شايف البادي لانجويج هون صعبه اللي بتقوله بيوصل مثل ما هو شكرا استاذ جوني ماير دكتور محمد عبد الحميد بيضون شكرا على وجودك معنا شكرا مشاهدينا على المتابعه انا بشوفكم الاسبوع المقبل الحلقه ستكون مجددا رئيسيات يمكن بعد عنا اسبوع او اثنين في هذا المجال واراكم اذا الاسبوع المقبل الى اللقاء